للتمكين الإداري قيمة كبرى في نظريات الإدارة الناجحة، وهو مرتبط ارتباطا وثيقا بالرضا الوظيفي. على أثر ذلك شهدت قاعة الإمام الحسن عليه السلام بالعتبة العباسية المقدسة حفل انطلاق فعاليات دورة التمكين الإداري الخاصة بالسادة رؤساء الأقسام ومن هم بصفتهم من مدراء الشركات والمواقع الخارجية التابعة للعتبة المطهرة. العتبة العباسية لا تقف عند مستوى واحد، طبعا أي أداء يحتاج إلى تطوير، وهذه الدورة اليوم دورة التمكين الإداري هي ليست الدورة الأولى التي أقيمت لكوادر العتبة، ولن تكون إن شاء الله الدورة الأخيرة. العتبة تؤمن بقضية العلم وتسخير العلم لخدمة العمل، وهذه الدورة هي ترجمة لهذا المبدأ. أكيد كل الأعمال تحتاج إلى إدارة، والإدارة تحتاج إلى علم، واليوم إن شاء الله استعنينا بكوادر مختصة بعلم الإدارة لإعطاء دورة لرؤساء الأقسام وكذلك لمدراء الشركات. البرنامج الذي أعد من قبل خبراء في مجال إدارة الأعمال بإشراف الأمانة العامة للعتبة المقدسة وقسم التطوير والتنمية المستدامة وقسم التربية والتعليم استهدف رؤساء الأقسام لتكميل العطاء والتميز الذي اتصفوا به طيلة هذه السنوات من نتاجات لاقت استحسان الجميع. دورة ذات العنوان التمكين الإداري جاءت بتوجيه من سماحة السيد لإقامتها وتطوير مهارات الأخوة رؤساء الأقسام مدراء الشركات في العتبة العباسية المقدسة في مجال الإدارة. مجرد إقامة هذه الدورة لهذا المستوى من المسؤولين يعكس اهتمام إدارة العتبة ومتوليها الشرعي في قضية التدريب، وهي قضية أساسية ومهمة لتحسين الأداء. الحمد لله العتبة العباسية المقدسة حققت حضور كبير، ولكن بقائها في هذا المستوى هو ما يستدعيه التدريب. تتعلق بتطوير الذات وأيضا التخطيط الاستراتيجي وإدارة المشروعات وحل المشكلات والأزمات التي تعتري القائد الإداري الموجود في مجال عمله. وأيضا هذه الدورات قسمت على 3 مستويات، كل مستوى في عدد من الساعات تصل إلى 70 ساعة أو 8 ساعة في كل مستوى معين. ما تمتلكه العتبة العباسية المقدسة من إدارة ناجحة ترجمت نجاحاتها من خلال مشاريعها المتعددة، إلا أنها تسعى وبشكل حثيث للتطوير من مهارات مسؤوليها ومدرائها إيمانا منها بتسخير العلم الحديث في جميع أعمالها ومشاريعها.